فضل شاكر فنان كبير وفنان مهم جدا وقيمة وقامة فنية. فضل شاكر فقدناه من الساحة الغنائية بسبب ملابسات سياسية وضع فيها ولا ذنب له فيها، اتهم بحمل السلاح واتهم بسفك الدماء واتهم بإطلاق النار على الجيش. يقيني ويقين كل محبي فضل شاكر ان الفنان اللي علم الناس الحب ومنحهم ايضا السعادة لا يمكن ان يحمل مسدسا ولا يمكن ان يطلق الرصاص. فضل شاكر ما زال يطالب بالعدالة في لبنان، وايضا انا يعني من الذين يتصلون بفضل شاكر واثق في انه في لبنان ستتحقق له العدالة، وهو عنده من الأدلة التي تؤكد، يعني لما تسمعه عنده من الأدلة التي تؤكد أنه لم يحمل سلاحا، وأن السلاح الصورة الشهيرة اللي بيتم تداولها لا علاقة لها بالأحداث، كانت متعلقة بأحداث أخرى، إنما فضل ما فيش دليل على أنه أطلق الرصاص على الجيش اللبناني، وهو الحقيقة بيبحث عن العدالة وسيصل إلى العدالة إن شاء الله. أنا بقول ده بمناسبة إن الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب بإخلاص شديد في حفلها هلا فبراير في الكويت وجهت التحية لفضل شاكر، ودي بمثابة رسالة لجميع الفنانين للتضامن مع فضل شاكر. مفيش حد بيقول إن التضامن مع فضل شاكر على حساب القانون أو على حساب أبرياء، لكن في ظل الملابسات السياسية وفي ظل الصدام السياسي اللي بتعيشه لبنان وفي ظل بعض المظاهر الطائفية، صراع سنة وشيعة لا يجب أن نخفيه ولا يمكن أن ننكره مهما ادعى البعض، يعني ضاع فضل شاكر في ظل هذه المتاهات، والبعض حتى ساق هو عنده علاقة بالشيخ الأسير اللي متهم وألقي القبض عليه أثناء هروبه من لبنان، لكن العلاقة الشخصية مع الشيخ الأسير لا علاقة لها أيضا بتورط فضل شاكر في أي أحداث عنف. إن شاء الله ربنا هينجيه. تعالوا نشوف شيرين عبد الوهاب وهي تتحدث عن فضل شاكر في لفتة إنسانية مخلصة. في فنان كبير بعت لكم سلام كبير، هو الفنان فضل شاكر. شكرا. وأتمنى من كل قلبي إن إحنا كلنا ندعمه عشان يرجع تاني يغني ويضوي المسرح عندكم. واسمحوا لي أغني له أغنية عشان هو وحشني جدا جدا جدا. شكرا. شكرا شكرا. والله انتوا اهل كرم. شكرا. نسيت انساك.
رايحة تعدي على روحي.
يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعنيك غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعليك.